أنا والزميل حبيب دمرجي ما زلنا محاصرين في شمالي العاصمة الأوكرانية كييف في منطقة إربين التي تشهد أعنف الاشتباكات بين الجيشين. نتواجد في منزل إحدى العائلات الأوكرانية التي استضافتنا هنا منذ ليلة أمس، وهذه العائلة أيضا هي محاصرة في هذه المنطقة ولم يتمكنوا من الخروج بسبب عدة الاشتباكات التي تدور في المحور الشمالي من العاصمة الأوكرانية كييف، حيث تم استهداف عدد من السيارات المدنية وسقط عدد من المدنيين ضحايا خلال هذه الاشتباكات. عم يضربونا من بيت لبيت، عم يضربونا، عم نغير البيوت، عم يضربونا، عم يقصفوا البيوت، عم يقصفونا. أبو تميم،